السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نرسم العناصر المعمارية في المشروع بتاعنا. طيب، في حد ممكن يسأل اللي هو حدث بجد لازم تكون معايا وأنا برسم؟ لا، مش شرط. ممكن ترسم من ريفيت. لو أنت بتبدأ مشروع جديد ممكن ترسم من غير ما يكون في لوحة أوتوكاد. لو في لوحة أوتوكاد معتمدة تبدأ تشتغل عليه، عشان السؤال ده بيتكرر كتير. الفكرة برضو، نبدأ نرسم الفلور ولا نبدأ نرسم الحوائط؟ في ناس بتحب ترسم ده وناس بترسم ده، والاتنين صح، مفيش أي مشكلة خالص. الاتنين بيطلعوا نفس المنتج أو البرودكت في الآخر. في برضه سؤال، الواجهة الخارجية هل نعملها كلها حتة واحدة ولا نقسمها؟ ده صح وده صح، يعني في ناس كتير بتصر على كده وناس بتصر على كده. أنا بحب أقسمها دور دور، على أساس بندخل بعد كده في مرحلة البعد الرابع ونضيف الموضوع الزمن، وبعدين نشوف المبنى بيتبني إزاي، فبيكون أفضل إنها تكون منفصلة. بضطر إن أنا أقسمها بعد كده، فالأفضل من الأول إنها تكون متقسمة. طيب دلوقتي أنا بحاول أفهم المشروع على قد ما أقدر وبرسم، وبعد ما برسم بكتشف إن في حاجة مثلا مش مفهومة ومظبوطة فبعدلها وهكذا. يعني على سبيل المثال، مثلا أنا بفترض إن الحوض كلها مكملة لحد الدور الأرضي، الدور اللي فوقيه، فجأة مثلا إن في بعض الحاجات أقل بشوية هيبان معايا بعد كده، فبعدل. ففي تعديلات بتحصل طول ما أنا شغال في المشروع. دلوقتي أنا هبدأ بإيه؟ إن أنا أدخل على البدروم، أبدأ أفهم المشروع. أهو الحيطة مثلا ماشية كذا 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 كذا، ده اللي مطلوب مني كذا كذا، خلاص هبدأ أشتغل عليه. تمام. طيب في كلام انا مش محتاجه، ممكن اجي كده واروح معلم عليه واقول له كويري، واروح ايه خافي اللاير ديت. مش محتاج الدايمنشن، اخفف اللوحه شويه على قد ما اقدر. كنت ممكن اخففها من لوحه الاوتوكاد نفسها، افتحها واعمل لير اوف للحاجات ديت. تمام. او ممكن اخليها هنا بحيث لما احب اظهرها اظهرها، مفيش اي مشكله. طيب خلينا مثلا نبتدي بان انا اعمل الدايمنشن دي اي. جاب لي لوحه الدايمنشن اهوت، هبدأ اعمل دايمنشن بين الجريد. عملت هنا، فهو بيقول لي عايزها من فيسز ولا من وول ولا. هنبدأ نفهم القصة دي لما يكون رسمنا حوايط. بس رسمت هوت اهو. وهنشوف ان في حاجات اسهل بعد كده مع الشغل. اول ما دوست في حتة فاضية وقف. طب انا عايز اكمل اعمل ايه؟ اعلم عليه تاني واروح قايل له اديت، وابدأ ارسم التكملة بتاعتي. لما نرسم حوايط هتلاقي ان في حاجات هتسهل علينا الشغل بتاع الدايمنشن. دوست بره راح ايه، عارف ان انا خلصت. طيب انا عايز ارسم جريد هنا تاني، بدل ما اروح بقى الانوتيشن وجريد، ممكن تعمل سيلكت كده وراك كليك وتقول له كريت سيميلر. كريت سيميلر يعني ايه؟ يعني انا عايز اعمل حاجة زي اللي موجودة دلوقتي، زي اللي انا عاملها سيلكت. هقول له سيلكت سيميلر واروح ايه ابدأ ارسم الجريد. في اتنين دخلوا مع بعضهم عايزين نتصرف معاهم. ادوس بره يروح كويس. طيب تعال نشوف الحاجات اللي هي قريبه من بعض وممكن ما تفهمش، زي دي مثلا. ممكن تعمل سيلكت كده، هتلاقي في نقطة تبدأ تسحب الشغل بتاعك بالشكل دوت، وتسحب ده مثلا بالشكل دوت، يبقى كده أصبحت مقروءة. تمام. لو لقيت أي حاجة فيها صعوبة في الرؤية ممكن إيه تشيلها وتعملها كده. طيب لو دوست هنا مرتين هيطلع لك الشاشة دي، بيقول لك عايز تكتب إيه. ممكن تكتب نفس الرقم أو ممكن تعمل تبديل. طب لو أنا جربت إن أنا أبدل برقم مثلا 4 مثلا، قلت له ابلاي، هيرفض، يقول لا ما تكتبش رقم، انت كده هتزور، حط حروف مثلا كانك بتشرح حاجه مثلا، فيروح ايه مغيرها. تمام. لا انا عايز الاكشن. طب ايه التكست فيلد ديت؟ ممكن تكتب كلمه فوق، كلمه تحت، كلمه يمين، كلمه شمال، قبل، تحت، وهكذا. يعني ممكن تقول له مثلا هات مثلا، تقول له مثلا متر مثلا، هنا متر. ممكن تقول له لينس مثلا. تمام. تقول له اوكي، فيبدا يكتب لك بالشكل ده. اول ما تلاقي فيه ارقام فيها مشاكل تبدأ تفصلهم عن بعض. طيب الجريد بيظهر ولا ظاهر؟ تقريبا ده كده عامل على لوحة الاوتوكاد. طب عايزين نشوف الجريد نفسه ليه مش ظاهر. تعالى ندخل كده في الواجهة الشرقية ونبص على الجريد، هنلاقي الجريد كان واقف على الارضي. لو عايزه يظهر معاك يبقى تسحب لتحت. ما تسحبش، لازم تعمل انبن، تسحب لتحت وبعد كده تعمل له بن تاني.
تروح بقى للوحة بتاعة البدروم، هتلاقي خلاص بدأت تظهر معاك الحاجة دي، دي ظهرت ودي لسه. طب عايز أظهر دي، يبقى لازم أفتح من الناحية دي، أقول له كده جو تو الفيشن فيهم، تمام، أعمل سيلكت هنا وأبدأ أسحب لتحت، أقول له أنبين تسحب، وبعد كده تقول له أنا عايز أعمل بين، أنا دوس على كنت دوس على الغلط، تمام. طيب نرجع كده للبدروم. طيب قبل ما أبدأ أشتغل، أنا فاتح لوحة كتيرة جدا أهو زي ما أنت شايف، أروح أدفع الزرار دوت يقفلهم لي ويخلي بس البدروم، فتلاقي الرامات قلت وبقى كويس. عايز تتحكم في موضوع الرامات، دوس هنا على الساعة وقول له تاسك مانجر، تمام، واكتشف البرامج اللي شغالة. هتيجي هنا تدوس على الريبت، هتلاقي دي الرامات اللي شغاله. لو بدأ يهنج معاك ممكن تدوس رايت كليك وتقول له سيت بيجوريتي وتقول له ريل تايم او هاي، يبدأ يركز على البرنامج دوت. طيب لو انا جيت هنا ودوست رايت كليك، هتلاقي كنسل، هتلاقي ريبيت تكرر اخر امر، هتلاقي دي اخر اوامر انت اشتغلت عليها، هتلاقي امر هايد ممكن يخفي لك العنصر ده او يخفي الكاتيجوري. يخفي العنصر يبقى يخفي بس ايه الجريد اللي انت عملت سيلكت، الكاتيجوري هيخفي كل الجريد اللي موجود في الفيو دوت، تمام. اوفر رايت بديله لون محدد، يعني اقول له بدل ما انت واخد لون ازرق خليك لون اصفر، فبتعمل اوفر رايت بتديله لون مختلف، تقدر تتحكم في اللون اللي هياخده. هتلاقي عندك ريد سيرفر لسه مكلمين عنها، سيلكت بريفيس، يبدا يعمل سيلكت على اخر حاجه انت كنت عامل لها سيلكت، سيلكت بريفيس، تعمل سيلكت على اخر حاجه، ممكن تكون تعمل سيلكت على عناصر كتيره ومش عارفها هي موجوده فين. طيب ست ريفيرنج فيو، بتشوف ايه الفيوهات اللي بتشاور على الفيو بتاعك، غالبا بيبقى للحاجات الالفيشن، يبدا يختار من الالفيشن ومن ال 3 دي ومن السكشن. طيب خلينا نفكر ازاي نرسم عمود دلوقتي وبعد كده نشوف الحوائط. طيب خلينا نقول له مثلا انا عايز اروح للكولوم، فالكولوم بيديني اختيارين، استراكشر كولوم واركتكتشر كولوم. طيب استراكشر كولوم لما تيجي تحدد عليه بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعه الاستراكشر، منها مثلا ان هو بيقول لك فاميلي، لو انت الفاميلي دي مش عاجباك تقدر تحمل فاميلي جديده. هلاقي عندي الفيرتيكال كولوم ولا عندي الستاند كولوم. الفيرتيكال كولوم يبقى انا هختار العمود بتاعي وابدا احطه هنا مثلا. طيب هبدا احطه، هتاكد ان هو محطوط في هيرسم للهاي ولا الدبس، دبس يبقى هرسمه تحت الدور بتاعي، في الهاي يبقى هيترسم لفوق. هترسم لحد فين؟ لحد منسوب الدور الارضي. حط لي العمود اهوت، العمود ده مجرد ان انا حطيته يظهر معاك في ال 3 دي ويظهر معاك في الافيشن وفي السكاشن وفي كل حاجه. طيب العمود ده المفروض يبقى كام في كام؟ تعال نشوف كده، دي اي من هنا لهنا 60 وده 40، تمام مظبوط. طيب ممكن تعمل سيلكت بقى كده وتقول له موف وتحرك العمود بقى من هنا وتقول له شيل الكونسترين، الكونسترين يعني بتحرك في الافق وفي الراس بس، تبقى حر شويه. طيب عايز تخليه سناب لي دوت، ممكن تقول له اس اي يعني سناب لي الاند بوينت، خلاص كده العمود ده اتحط. وهنشوف بقى بعد كده بقيه الاعمده. طيب خلينا نقول له عايزين نحط عمود انشاء تاني، بيقول لي عندي ان انا اعمل فيرتيكال كولوم زي اللي احنا حطيناه، وهنا هتلاقي فيه خاصية روتيت. يعني ايه روتيت؟ يعني اول ما احطه يبدأ يخليني اعمل له روتيت زي ما انا عايز، مثلا حطيته بالشكل ده. طيب في بعد كده الارتفاع، هل انت هتخليه لفوق فيبدأ يشوف لحد مثلا الدور الارضي، لحد الدور التاني، لحد منسوب سطح الملحق العلوي، زي ما انت عايز تبدأ تختار هيوصل لحد فين. استند كولوم يبقى العمود بتاعك هيبقى مايل، يبقى هتحدد نقطة هنا ونقطة اللي هيبقى فيها فوق، يعني النقطة اللي تحت وبعد كده النقطة اللي فوق. هو بيرسم منين؟ بيرسم من انت بقى بتحدد هترسم من انهي دور لانهي دور، تمام. هترسم مثلا من البدروم كذا للبدروم كذا، تقدر تحدد الارتفاع بتاعه هيبقى لحد فين. خلينا نشوف كده في 3 دي، طبعا كل الاوتوكاد شغال، فممكن في الفي في تدخل وتقول له امبورت كاتيجوري وتبدا تعمل سيلكت على كل الحاجات اللي احنا مدخلينها وتقول له مش عايزينها، فيظهر معاك بس الشغل بتاعك ده، الحاجات الافقي ودي الحاجات اللي فيها ميل، ده الاستراكشر كولوم. هتلاقي اختيار اسمه اد جريد، يعني ايه اد جريد؟ مش هينفع مع الستاند كولوم ولا الاد كولوم، خلينا في الفيرتيكال. هقول له اد جريد يعني اول ما يلاقي اثنين جريد خابطين في بعض هيحط عمود، تمام. ده احنا مش هو ده اللي احنا عايزينه في الحاله بتاعتنا، بس احنا بنشوفه. بص هيحط كل الاعمده دي، هتقول له فينش، خلاص حط كل الاعمده دول مره واحده في المشروع، وده مش طبعا اللي احنا عايزينه. في اختيار اسمه اد كولوم، اول ما يلاقي عمود
معماري يروح حاطط تعليق عمود انشاء، اول ما يلاقي عمود معماري يحط تعليق عمود انشاء اد اركتكتشر في كولوم، يعني تبدا كده تشوف اي عمود معماري يروح حاطط لك مكانه عمود انشاء. طيب خلينا نعمل طلبه. طيب خلينا نقول له بعد كده احنا عايزين نعمل عمود انشائي، اقول له تاج اون بليسمنت. يعني ايه تاج اون بليسمنت؟ يعني حط العمود وحط معاه الاسم. بيقول لي مفيش تاج متحمله للاستراكشر كولوم، اقول له يس واروح مختار بقى انوتيشن واروح رايح للاستراكشر واروح رايح للكولوم استراكشر كولوم استراكشر كولوم تاج. كده تحط العمود ويتحط جنبيه اسمه، ونقدر نتحكم في الاسم والخصائص بتاعته والحاجات دي. اول ما تحط تحط المقاس بتاعه بالشكل ده. طيب خلينا نرجع تاني استراكشر كولوم. في اختيار هنا اسمه روم باوندنج، هنتكلم عليه بعدين، اللي هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي بحسب مساحه الغرفه، ففي عمود في النص او في عمود في الجنب، هل يتخصم منها ولا لا؟ دي روم باوندنج. او هل العمود ده هيتحسب روم باوندنج ولا مش هيتحسب؟ ممكن لو ما اتحسبش يبقى في غرفتين هيعتبرهم غرفه واحده، هيعتبر ان مفيش عمود بينهم. طيب دي الفكره، هنخش لها ان شاء الله، يعني في حاجات بنذكرها وعارفين ان احنا هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. طيب الاثنين دول قلنا مالهمش لازمه، دوسنا ديليت. طيب نرجع بقى للعمود المعماري. العمود المعماري هتلاقيه اسهل بكتير، بيقول لي مفيش عمود معماري متحمل في المشروع، فاقول له حمل لي عمود المعماري. هتروح للكولوم، الكولوم ده يعني عمود معماري، استراكشر كولوم ده يبقى عمود انشائي. تمام، ما ينفعش تحمل ده في ده، يعني لو جيت هنا وقلت له انا عايز احمل العمود دوت وقلت له اوبن، يجيب لك سيت غلط، يقول لك انت اي عمود معماري، بينما انت اديتني فاهم ليه عمود انشائي، فمش هينفع. فانا لازم اجي كده واقول له كولوم اركتكتشر، هيقول لي العمود مش موجود، فهقول له روح للعمود المعماري. وتروح قايل له انا عايز الكولوم، وتبدا تختار العمود اللي انت عايزه. العمود المعماري عاده بيبقى ليها اشكال ظريفه شويه، يعني القدره ان انت تعمل في الفاميلي دي ودي واحد، انت في الاخر بتغير النوع بس بتاع الفاميلي، بس هو العمود المعماري بيهتم بشكل شويه. تمام، بيقول لي لحد فين، بقول له مثلا لحد الدور الارضي. طيب نلغي العمود. احنا مثلا عملنا العمود دوت وعايز انا اعمل العمود ده، ممكن تيجي تقول له كوبي ومن النص مثلا تيجي هنا وتسحب بالشكل دوت. طيب بس المقاس مختلف، اعرف المقاس كام عشان اعمل العمود. متر وعشرة. هل انا عندي متر وعشرة في المشروع؟ بفرض ان انا مش عندي، بفرض ان انا مش عندي، هقول له ايدي طيب، وهدخل هنا واقول له دوبليكيت، واقول له انا عايز ده متر وعشرة. اوكي طيب، واجي على دوت واقول له 1.1. اوكي فتقول له موف ام في من هنا ليه. تمام طيب، العمود ده برضو ممكن تقول له بقى كوبي، تختار مثلا من هنا لهنا، يبقى انت عملت العمود ده والعمود دوت. طيب انا عملت سيلكت على الاوتوكاد دلوقتي، بيقول لي انت عايز اللوحه اللي انت راسمها دي تبقى في الباك جراوند ولا في الفور جراوند، يعني عايزها تبقى تحت الشغل ولا فور جراوند. طيب اقول له فور جراوند هتغطي على الشغل بتاعي. طيب انا عايز العكس، تروح عامل سيلكت على الاوتوكاد وتقول له لا انا عايزها في الباك جراوند، بحيث اعرف انهي اعمده اللي اتعملت والاعمده اللي ما اتعملتش. واضح ان دول العمودين، فانا ممكن اعمل سيلكت كده على عمود من الاعمده اللي هنا، خلي دي هي الباك جراوند، واعمل سيلكت على عمود دوت اهوت، واقول له كوبي، وابدا اختار مثلا من هنا. ممكن اقول له كونسترين عشان يلتزم بيها، ممكن اقول له مالتيبل عشان انا عايز اخده اكتر من مره. طيب كونسترين بيشتغل معايا، اقول له شيل الكونسترين. تمام اس اي عشان يعملها سناب بالشكل دوت، اس اي بالشكل ده وهكذا. هل العمود ده ممكن يكون مكمل معايا لاخر دور؟ ممكن، يعني ممكن تطلع فوق تلاقي نفس العمود فتعمل تعديلات بسيطه بس عليه. تمام طيب هنا عايز تعمل له روتيت، ممكن تحط بقى العمود كده وتقول له روتيت، تدوس عليه ومسطره يلف معاك.
وبعد كده بعد ملف تروح واخده موف من هنا لهنا، سي او اللي هي كوبي من هنا، هتقول له انسخ من هنا لهنا. لاحظ ان احنا هناخد القوائم كتيره واحنا شغالين من غير ما نقف ومن غير ما نقول احنا هنشرح كلام كوندفاي. هتلاقي ان احنا بناخد حاجات من كلام كوندفاي من انسيرت اثناء الشغل. اس اي تمام. اعتقد ان في حته زياده المفروض نشوف العمود ده ماسكن بالظبط. طيب خلينا نقيسه دي اي من هنا لهنا، يعني ده 34. فممكن نعمل سيلكت على ده ودوت على الاثنين دول ونبدأ نشوف هل هما في حاجة 34 ولا لا. لو مش موجودة هنعملها دي اي من هنا لهنا 110. طيب في هنا 110 وفي نفس الوقت 34. طيب خلينا نعملها، اقول له ايدي طيب واقول له ده كده 110 وده 34 110، فده بوينت 3 4 وده 110. اوكي اختلف الماس بتاعه، فممكن تقول له امر الاين اللي هو دوت اي ال، وتختار الخط اللي فوق وتختار بعد كده الخط اللي تحت، او امر موف اللي احنا لسه بنتكلم فيه، ان انت هتقول له موف من هنا لهنا. طب انا عايز ده يبقى زي ده، هقول له ام اي اللي يختار ماتش واختار من ده لده تمام. وحاول تحفظ الاختصارات، من حافظ الاختصارات وفر الاوقات، ومن لما يتعلم الريفت سوف يترفت. ماشي طبعا من هزر يعني، ما حدش يزعل يعني. طيب سي سي من هنا لهنا تمام. طيب ايه تاني؟ طيب خلينا نعمل دول نشوف المقاس بتاعهم كام. 40 110 موجود عندنا من 40 110 قبل كده. تعمل سيلكت على دوت 40 110 كوبي، وتسحب بقى من هنا اس اي اهوت، دي هتقول بقى ايه، انا عايز موف ام في اس اي عشان يعملها سناب بالظبط. وبعد كده نشوف العمود دوت، انا اقدر اتوقعه ان هو زي الحيطة 20 وهنا 90. طيب ممكن اجي بقى على العمود دوت. طيب انا كل شوية بغلط وبعمل سيلكت على الاوتوكاد، احسن حاجة اعمل ايه؟ اقول له مالكش دعوة بالاوتوكاد، فتيجي تعمل سيلكت يجيب لك بس الحاجة اللي انت شغال عليها. فاقول له هنا كوبي من هنا لهنا، هو عايز هنا 20 ل 90، فتعمل سيلكت وتبدأ تبص هنا هل عندك 20 ل 90 او موجودة. خلاص ام في وانقل من هنا لهنا، ودي نفس الفكرة. هنا بقى عمود مختلف، عايزين نشوفه كام في كام. دي اي 60 في 40 كنا احنا استخدمناه قبل كده، فأكيد موجود يعني، هيروح فين يعني؟ 40 60 وهكذا تمام. يعني كل الأعمدة هنبدأ نشوفها، وطبعا لما تطلع فوق فإن شاء الله هتلاقي تقريبا نفس الأعمدة، أو هتلاقي في أعمدة مختلفة شوية، فهنبدأ نشوف ازاي ناخد نفس الأعمدة دي معانا فوق، فهنوفر وقت. لما بتدرس الدور ده والدور دوت هتعرف ايه الأنسب يعني. ممكن لما ندرس المشروع دوت نلاقي ان هو
ميرور من بعض، فتعمل جزء وتروح عامل ميرور. فعشان كده بقول لك هناخد وقت في دراسة المشروع. ممكن اجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز استراكشر كولوم، واقول له انا عايز 70 في 70. هو انا بيديني ان انت تنزله من النص، بس في بعض البرامج بيقول لك ممكن تنزله من هنا من هنا من هنا زي ما انت عايز. طيب هعمل سيلكت واقول له موف، وابدا اتحرك من هنا لهنا. في عمليه لسه ناقصه، طيب ده كام دي اي؟ اقول له انا عايز عمود انشائي، واقول له انا عايز 0.9. هل موجود؟ متهيألي لا. 30 في 100 موجوده. تمام. طيب تقول له بقى لاين من هنا لهنا، وتقول له بقى لاين من هنا لهنا. او موف بالشكل دوت. طيب اعتقد ده هتلاقي نفس المقاس كوبي. من هنا لهنا اس اي عشان تتأكد ان هو سناب، وده ممكن برضه نفس العمود اس اي. في عمودين هومت، العمود ده اعتقد هتلاقيه نفس العمود دوت. خلينا نجرب. العمود وبعد كده نشوفه، اعتقد الماس بتاعه مختلف جدا يعني. تمام. طيب ده ماسه كام؟ هتبدأ تقيس 70 و30. طيب هنيجي هنا تقول له 30 و70 اهوت. طيب تعالى بقى نروح هنا، ناخد ده كده هنا ونقول له align. طيب ده ماس مختلف، ماسه كام؟ هنقيس 80. موف من هنا لهنا. تمام. طيب وما فيش مشكلة لو انت نسيت حاجة تقدر تعملها تاني، بس احنا بنعمل شيك نتأكد ان احنا ما نسيناش حاجة خالص. دي الأعمدة بتاعة البدروم. ممكن بقى عايزين نعمل سيلكت ليها ونطلعها في الدور الأرضي. نيجي نبص كده على الأرضي ونشوف الأعمدة، أكيد في اختلافات يعني 100% في اختلافات. تمام. طيب واضح إن في اختلافات. تمام. طيب خلينا نروح كده للبدروم. أبدأ أعمل سيلكت على الأعمدة كلها. هخش هنا في فلتر. فلتر يعني إيه؟ يعني أنا عايز أختار بعض العناصر مش كله. انا مش عايز الدايمنشن، انا عايز بس الاستراكشر كله. اوكي الاستراكشر كله منين؟ من البدروم لمنسوب الدور الارضي. هاخده كوبي واجي هنا واقول له بيست. بيست بقى فين؟ ممكن بيست فروم كليب بورد، وتروح حاططها انت بالماوس في اي مكان، او الاين تو سيلكت ليفل، تختار الليفلات اللي انت عايز تحط فيها. تمام. او كارنت فيو لو انت مثلا في الدور الارضي عايز تحطها، او في نفس المكان لو عايز تعمل دوبليكيت، او الاين تو بيج ليفل. هتبدا تختار الليفل اللي انت عايزه من خلال الواجهه الجنوبيه والشرقيه والشماليه والغربيه. طيب انا هقول له دلوقتي سيلكت ليفل، تقدر تختارهم كلهم او تختار حاجه واحده. انا اختار مثلا منسوب الدور الارضي. اوكي تعالى بقى نروح كده للدور الارضي، هتلاقي الاعمده فيها اختلافات، فتقدر بقى تعمل ايه؟ تغير
الحاجه، يعني في اعمده هي مظبوطه، ده يطمنك ان انت فعلا خدت الحاجه مظبوط. في اعمده اتضافت، تمام، هتلاقي غالبا الاعمده اللي بتضاف من البدروم للجراوند، وبعد كده هتلاقي بقيه الادوار ثابته. طيب تعالى هنا ده زود، تمام، طيب مفيش مشكله خالص. ده كام؟ 20. طيب هتيجي هنا وتقول له غيرها ل 20 ان في، وتبدا تنقل من هنا لهنا. طيب العمود ده كان في كام؟ 80. في كام؟ في 40. كوبي، ونبدا ننسخ بقى من هنا لهنا، وبعد كده تختار الحاجه اللي انت عايزها، 40 في 80 ام في من هنا، انا قلت له ام في موف من هنا لهنا، وهكذا. تبدا بقى تشوف كل الاعمدة اللي عندك، لو في اي حاجه متغيره هنا، بدل ما كانوا عمودين بقى عمود واحد، فهنلغي عمود ونظبط عليه. هو هنا مديك ان كان في تحويله فعلا، تمام، بيديك شكل العمود اللي تحت. دي بقى من الحاجات اللي بتضايق بقى، ان انت تلاقي زي ما يكون في عمودين فوق بعض كده. طيب وهنا تعمل سيلكت على دوت وتقول له موف، ويتقول له اس اي، يبدا يظهر معاك بالشكل دوت. طيب في مقاس مختلف، طيب هقول له دي اي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، متر 20. طيب هتشوف هنا هل في 40؟ لا هو مش عامل 40، هو عاملها 40 متر 20. طيب هقول له بقى موف، بالشكل ده تقدر تخليها تعمل واحد تاني 20. ليست معضلة. لو حد عايز يطبق على المشروع دوت هتلاقيه تحت اسفل الفيديو، او ابعت لنا نبعته لك، يعني هتلاقي الاوتوكاد واللوح دي موجوده. لو انا انصحك ان انت ما تشتغلش عليه، اشتغل على المشروع اللي عندك عشان ما تضيعش وقت، شوف المشروع اللي عندك واشتغل عليه. طيب دوت ممكن مثلا مظبوط، ده برضو مظبوط، طيب ده موجود ده مش موجود. طيب هناخد ده كده كوبي النص ليه النص مظبوط. العمود ده اختلف تماما، دي اي 40 وهنا هنا 80. ده اعتقد برضه هتلاقي 40 80، فتقول له 40 80 وموف، او حتى حاطط لك الخطوط العمود اللي تحت. ده كام بقى؟ دي اي 20 في 90. دوست مسطرة عشان اعمل لها روتيت، حطيتها اهوت، وبعد كده هقول له موف، وبعد كده تقول له كوبي، تمام، ده اكيد مش عمود يعني، تمام. طيب دي اي 80 وهنا ده كام؟ 30. فأقول له أنا عايز عمود 80 30 في 8.
دي اي 40 في كام بقى؟ في 80. فهتقول له انا عايز عمود اعمل تشيك على حاجه. لو عملنا سيلكت كده وقلت له فلتر وقلت له انا عايز بس الاستراكشر كولوم مسوق دور ارضي للاول، تمام، وارد ان احنا نشوف ان في حاجه مش مظبوطه ونعدلها. طيب كل الاعمده بقى نبدا نحطها بنفس الطريقه في كل الدور. فلو حد عايز يسرح، حد عايز يشوف الفيديو اللي بعديه، ما فيش مشكله. ابدأ انسخ واقول له انا عايز مثلا هنا اهو، وبعد كده اقول له روتيت موف من هنا ايه هنا. هتلاقي الاعمدة هنا اختلفت تماما، تمام. فهنيجي نشوف العمود ده مثلا كام. دي اي 40 مثلا، وده مش مظبوط. خلينا ناخده من هنا كده. انا كده عملت دايمنشن مرتين على اساس ان انا عايز اخدها من بره، والغي التانية بان انا دوست عليها في نفس المكان. فعرفت ان دي 80 في 40 مثلا، فاقول له هنا 40 في 80 اهيت، تمام، واقول له دي موف من هنا لهنا. دي خلينا نعمل لها روتيت دي اي 80، فاقول له 40 في 80 واعمل له موف من هنا. كان في هنا عمود اهوت تعمل له موف دي اي من هنا لهنا 42، ومن هنا لهنا 190. طيب تعال نشوف ال 40 هنا. اعتقد ان احنا هنضطر ان احنا نعمل له دوبليكيت. فهقول له هنا ايديت واقول له دوبليكيت واقول له 1.9 وهنا 1.9. موف هنا بقى من هنا لهنا. خليني اسيف المشروع، بيقول لي عايز اسيفه باسم ايه. ارفعه هنا واقول له سميه مثلا استوديو
بعد ما نخلص الجراوند هنعمل سيلكت على كل العناصر الأعمدة ونقول له فلتر، وبعد كده نشيل العلامة دي وناخد الأعمدة. في ناس بتحب تخلص الدور كله معماري وإنشائي وحوايط وشبابيك وكل حاجة وفلور، كل أول ما الدور يخلص تاخده كله كوبي وتحطه في الدور اللي فوق، ده برضو مش غلط. تمام، أنا كده علمت على الاستراكشر كولوم وقلت له كوبي، وبعد كده هفتح الدور الأول اهوت وأقول له بيست لاين تو كارنت فيو. هبدأ أشوف إذا كان في أعمدة نقصت اختلفت وهكذا. فبتيجي تعمل سيلكت كده وتبدأ تشوف الأعمدة ما هي طبقة مع المعماري ولا لأ، تعمل تشيك. على فكرة احنا ممكن واحنا بنقول له بيست نقول له حطه في الدور التاني والتالت والرابع مرة واحدة، دي صح ودي صح، كل الطرق يعني ما فيش مشكلة فيها يعني. تمام، تعال نشوف العمود دوت. العمود ده المفروض يترحل، في عمود هنا اختلف. طيب هنا هتقول له بقى تشوف الأبعاد اللي هنا كام، 80 ودي 30، فتيجي تقول له 30 دي 80. بعد ما تعمل كل الأعمدة وتشوف الأعمدة اللي نقصت والأعمدة اللي اتضافت والأعمدة اللي اتغيرت، تعمل سيلكت اول وتقوله فلتر، وهنشيل دايمنشن ونقول له اوكي. وبعد كده تقول له بقى حطه لي في الدور التاني والدور كلها تمام بالشكل دوت، وتقول له اوكي. ولازم نطلع نظبط، وفي حاجات هتتظبط لما نحط الحيطان، في حاجات هتتظبط اكتر لما نحط الفلور وهكذا. تعال ندخل الدور التاني، هتلاقي بعض الأعمدة اتغيرت فمحتاج إن أنت تعمل التعديلات ديت. تمام، هنبدأ نشوفها، وده برضو وهكذا. طيب مثلا في الدور التاني خلينا نعمل سيلكت على عمود منهم أهو، مديني المنسوب الدور التاني لحد منسوب أرضية الملحق العلوي، ده زيرو ده زيرو. في بعض الأدوار ممكن تلاقي مثلا طلعت 10 سنتي نزلت 10 سنتي فتظبط الرقم دوت. طيب في الدور دوت الأعمدة موجودة، هنبدأ نعمل تشيك هل في أعمدة اتلغت ولا لأ. في أعمدة اهي موجودة وهكذا، تبدأ تعمل تشيك. طيب هنا هتلاقي في أكيد أعمدة اتلغت بالشكل دوت، وهتلاقي أعمدة يعني مش بنفس الطول اللي تحت، فهنضطر إن احنا نغير الطول بتاعها. تمام، هنبدأ نعمل تشيك على الشغل بتاعنا. طيب هيوضح معانا الموضوع اكتر بقى من الاليفيشن، تدخل كده على الواجهة هتلاقي فيه حاجات اطول من الدور نفسه، فانت تعمل ايه، تقول له دي اي مثلا من هنا لهنا دي 2 متر 50، يبقى ما فيش حاجة هتزيد عن الموضوع دوت. تمام، ده مش موجود. تمام، وهكذا. دول مثلا مش موجودين، تعمل فلتر تتأكد ان انت مش هتلغي اول واحد ده الاوتوكاد، تاني واحد الجريد، الاستراكشر كولوم هو ده اللي احنا عايزين نلغيه وهكذا. هتخلي ده مثلا لحد نفس الارتفاع وتخليه 2 متر 50، وبعد كده هنبدأ نفحص أكتر يعني هيبان بعض الحاجات من زوايا أخرى هنبدأ نشوفها مع بعض. ممكن تيجي تعمل سيلكت على الأعمدة دي مثلا وتقول له فلتر أنا عايز الأعمدة دي بس،
وتقول له انا دي عايزها منسوب الدور التاني، وتبقى 2 متر. 2 متر خدناها من المقاس دوت، منسوب الدور التاني 2 متر. المشكلة اللي حصلت ان انا قلت له ابدأ من الدور التاني وانتهي للدور التاني، وحركت الماوس ما كنتش لسه كتبت ال2 متر، فقال لي في مشكلة. طيب دول بقى المفروض ان احنا ناخدهم كوبي من الدور دوت للدور اللي هو الملحق العلوي، او ممكن تعمل سيلكت كده على الحاجات اللي انت عايزها تطول شوية، وتبدأ تشوف الارتفاع الحتة دي قد ايه. اقول له انا مش عايز الجريد ولا عايز الاليفيشن عشان يشيل من عليهم سيلكت 2 متر، فهقول له ضيق 2 متر. في بعض الحاجات بتبقى سهلة وبسيطة ان انت تعدلها على طول. تمام، وانت شغال بقى كل شويه هتكتشف بقى ان في حاجه مثلا اتنست، في حاجه عايزه تتعدل، وهكذا هتبان من بيت الشغل. تمام، فدي كانت بس نبذه سريعه عن موضوع الاعمده. هندخل بقى في الابواب المره الجايه، هندخل بعد كده في الفلور وهكذا، فتابعوا معانا ان شاء الله.